هما سألوه برضو كابتن علاء عن عمرو السولية وحمدي فتحي، قالوا طب ليه ما ابتديتش بحمدي فتحي من البداية؟ وقال السولية بيقدم أداء مميز، مستوى شبه ثابت مع الفريق الفترات الأخيرة، وحمدي كان راجع من دور برد فغاب عن المران يمكن يوم أو يومين، وحمدي فتحي لما احتاجته أثبت كفاءة، فعشان كده هو ما بدأش النهاردة. عارف يا أيمن، لو العكس هيسألوا نفس السؤال. من عارف لو مثلا بدا بحمدي صلاح عمر، لكن هو السلالي ما بداش. لكن هو طبيعي، يعني حاجه كويسه على فكره يبقى عندك البدائل والبدائل كلها كويسه، ونزول حمدي فتحي في الوقت ده احرز لك هدف، وعمر بيأدي بطريقه، هو شايف الراجل ان هو عمر اللي هو اللي يبدا، باقي المدير الفني هو اللي عنده حاجات احنا ما نعرفهاش، هو اللي شايف، هو الادرى واحد بلعيبته هو المدير الفني. فكر مستر كولر هيتغير المباراه الثانيه؟ ممكن الى حد كبير، لكن مش هيبقى فكر دفاعي، انا من بعيد كلامي خالص. توازن يقدر يعدي وراه بسهوله، لكن هو قال كلمه كويسه واحنا يعني اقتنعنا بيها وقلناها كلنا، ان احنا لسه دي خدنا خطوه، ده لسه شوط هناك اول. شوط اول صحيح. لسه هناك، يعني الكلمه دايما بنقولها هنا في الاستوديو، النتيجه 0-0، ماليش دعوه ب2-0 دي، هبدا ابذل اقصى مجهود عندي ان انا اكسب المباراه هناك بالنتيجه اللي ان شاء الله تاهلك باذن الله. فهو ده كلام عقلاني جدا، وكلام اللي يعني هو يوصل للعيبه كلها، وكلام احنا عارفينه، لكن واكيد اللعيبه كلها عارفه كده. النهارده خلاص المباراه انتهت، الشوط انتهى، ان شاء الله تبدا تحديد الشوط الثاني. 2-0 خليها على جنب خالص، تبدا ان اول ما حكم بيصفر انا ببدا 0-0، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، ويبقى التاهل من هناك ان شاء الله يا رب ان شاء الله.